ترى الوجه لا المرأة وجهها ليس عورة، هذا أصلا. نعم. وجهها ويداها. ولذلك يعني وجود الحجاب هذا ضروري، وقد نص القرآن على ذلك. لكن قضية الخمار الذي يغطي الوجه ليس واجبا، لكن العلماء يعني أوجبوه في حالات، وهي قضية خوف الفتنة. نعم. يعني المسألة نسبية. نعم. إذا كثر الفساد في المجتمع فإن الخمار يصبح واجبا، تغطية المرأة لوجهها إذا خشي عليها الفتنة يجب عليها أن تغطيه. أما إذا كانت الأمر كما كان عليه الأمر في الصحابة والتابعين، قصدي في معظمه، أما الشواذ فضروري من وجودهم في كل زمان ومكان. إذا أمنت المرأة من النظر إليها بشهوة أو يعني مباغتتها بأشياء أخرى، إذا أمنت ذلك فلا عليها أن تري وجهها، بارك الله فيك، أن تظهر وجهها. نعم. وألا تغطيه. نعم. إذن ليس واجبا في الأصل. نعم. إلا في الحالات التي ذكرنا.